وبالمناسبه بما ان احنا بنتكلم عن الاغاني الوطنيه، يعني مش بس الحقيقه يمكن اغاني انتصار حرب اكتوبر طبعا العظيم، لكن حتى يعني حتى الاغاني ما بعد نكسه 67، يعني هو كان عارف ازاي يعمل توليفه ما بين ان هو احنا في حزن وفي احباط، ولكن في نفس الوقت ان هو بيشحن الناس مره تانية وبيديهم امل. كان بيغني لمصر، يعني بليغ في فتره حرب الاستنزاف عمل اغنيه عايشه لغايه النهارده، يعني في وجدان اي مصري تلاقي الاغنيه دي، يا حبيبتي يا مصر. طبعا. لانه كان بيغني للبلد، لمصر، يعني الوطن. عمل اغنيه بعد النكسه، الحقيقه كانت اغنيه يعني الحقيقه رفعت الروح المعنويه بشهاده الناس اللي عاشوا الفتره دي، اغنيه عدى النهار. عدى النهار طبعا طبعا. طبعا. كلمات الاستاذ عبد الرحمن الابنودي وغناها عبد الحليم حافظ. وكان الحقيقه من الحاجات ان الرئيس عبد الناصر نفسه كان بيتصل بالاذاعه المصريه ويقول لهم ذيعوا الاغنيه دي، ذيعوا الاغنيه دي، بانها بتدي امل، بتقول مصر موال النهار، مصر دي عمرها ما تظلم، مصر دي هتقف على رجليها من جديد. فكانت الاغنيه بتدي امل، فالحقيقه دي من الاغاني اللي عايشه يعني طبعا عدى النهار. صحيح. فالحقيقه لا، بليغ كان ملهم جدا، لو كان بيعمل الاغنيه الوطنيه من قلبه، يعني هو حاسس بيها مش مجرد اغنيه في المناسبه، لا بالعكس هو حاسس كل طبعا طبعا.